ولكن نظرا لأن أبا طالب حمى النبي صلى الله عليه وسلم ودافع عنه وصبر معه على الضيق أحسن إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، لكنه لم يوفق للدخول في الإسلام، وعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم وحرص أنه يدخل في الإسلام ولكن أبى، لأنه يرى أن دخوله في الإسلام فيه مسبة لدين آبائه، أخذته الحمية الجاهلية لدين آبائه، وإلا هو يعترف أن محمد على حق وأن دينه هو الحق، ولكن منعته الحمية والأنفة، لأنه لو أسلم بزعمه لصار ذلك سبة على قومه، لولا الملامة أو حذار مسبة لرأيتني سمحا بذاك مبينا. الملامة، منعته الملامة وحذر المسبة على قومه. ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لرأيتني سمحا بذاك مبينا.